أخبارنا جزاكم الله خير، كلكم الناس الموجودين على مستوى البث، فيا ريت الناس تشير على قدر ما تقدر عشان نقدر نخش في موضوعنا. نتكلم عن الفاشر ومغليط، نتكلم عن الجزيرة، نتكلم عن باقي البحاور، وندخل في التفاصيل وحنختصر بإذن الله. ده قال يا فلولي، هو في فلولي عليك الله اكتر من حميدتي بتاعك ده بكري ابراهيم على قال ارضي من الزول ده. قال يا فلولي، هو في زول حارب الكيزان زي ما حاربتم انا؟ يفلق باربيه، قول امين يا بكري يا رمه، يا ود الرمه انت، يفلق باربيه. انتوا مع ناس جداد جيتوا بعد الحرب دي، حتى عرفتوا في لايفاتية وعرفتوا انه في ناس في الميديا قال فلولو فلولي قال و حمدتي بتاعك ده شنو؟ حمدتي بتاعك ده ام الفلول ذاته، ده الفلول الاصل حمدتي بتاعك ده. اردم العافين ده في صفحته على قال الله وهمي، دي بتنطلع على منو؟ على كاذب دي، تنطلع على منو؟ عرفت فلول الشعب كله، اي زول دعم الجيش شابكينه لك فلولي، وما عارف ده جيش كيزان وده شنو وده دي ما بتنطلع. انت ده كوز وكنت خارا كوز اساسا، عشان جويتم خارا الكيزان، خارا الكيزان براد الكيزان الجنجي يا اخواننا. يجيك واحد عفين نكرة لا يسوى بات قديمة، على الأقل لو في أدمن في اللايف أحذر 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 الاسم شنو؟ البنشر في روابط ده عامل فيها الهاكر، دي كلها صفحات تابعة للجنجويد، دايرين هاكر صفحاتكم بغد، دايرين هاكر الصفحات، عشان كده واحد يخش بقى في إخواننا في الروابط دي. ضغطت على الرابط بمعنى انك انت فقدت صفحتك. تسلم يا اخوانا موسى، تسلم يا اخوانا. نشوف المشاركات كم عشان نبدأ نخش في الموضوع. مشاركات دي وهمية جدا جدا، يا ناس الناس تشارك عشان تحمل اللايف ميجا. ردمت الوهمي اللي اسمه بكري ده، يلا بعد كده نضف الصفحة من امثالك يا وهمي. امسك البلوك ده، تسلم ابو الشوق اشرف حبابك والله، اخونا سيمو حبابك، اخونا ويسكا حبابك، اخونا ابو علي حبابك، اخونا بكر ابراهيم حبابك، اخونا محمد الكهلي الكهلي حبابك، حباب الكوالة، اخونا محمد عبد الرحيم عبد النبي. تجي دقيقة ما تميتها شابك، نخش خش انتظر. تسلم تسلم أخو الشوق، أبو الشوق تسلم، يديك العافية. محمد موسى الزعيم حبابك والله، أنعم الله عليك أخونا محمد إبراهيم يا مراحب، أخونا محمد درويش تسلم والله يا غالي.
الحبيب الغالي حبابك والله. طيب يا اخوان، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا نعتذر، امس ما طلعنا عشان كده الناس رسلت رسائل كثيره جدا في الماسنجر وما استطعنا والله الرد على كل الرسائل. ردينا على جزء من الناس، شاكر ومقدر لأي زول فقدنا أمس ما طلعنا والله، لكن كان الأولى إنه الواحد يعتذر ويحترم الناس يعني. لكن معلش يا إخوان، المرة الجاية بإذن الله الواحد لو ما طالع ينزل بوست يوري الناس. طيب نبدأ بالفاشر ومن اللد. قلنا لكم يا إخوان الناس ما تنجر طوال الشائعات والصفحات المضللة، ويجيك واحد يقول لك يا أخي والله العظيم مليت كلها جيش أخضر وما عارف يعني مثلا الجيش اتحرك بوين وعمل شنو عمل شنو. يا اخوان الناس كلها بعيدة من ارض المعركة، الناس بتنقل اخبارها من الميديا، الناس لا تمتلك مصادر، الناس بتفتل من راسها، وان كانوا داعمين للقوات المسلحة. صفحات بسيطة جدا الصادقة واللي بتدي الناس الحقيقة. الحاصل في مليط يا اخوان انه مليط ما فيها جيش اساسا، مليط ما فيها جيش اساسا. مليط انا بعرفها ومشيت لها قبل كده وقعدت فيها، جزء من ناس الحركات كان قاعدين في مليط وجزء تابعين للناس اللي انشقوا او اطلعوا من الحياد وانضموا للقوات المسلحة، وجزء تابع للطائر حجر. وحتى الموقع بتاع الجيش كان قاعد فوق الكتيبة 410، الوقت ده انا زمان كنت في القشم كان فوق 410. فما في جيش عشان يجي يقول لك احنا والله دخلنا وما عارف استلمنا، كذب سائل. دخلت لا استلمت ولا مسكت عسكري جيش واحد، اتحداك ولا قتلت عسكري جيش واحد. الجيش دي نقطة أو ارتكاز متقدم، ومليط دي بعيدة يا اخواننا من الفاشر. في ناس شايفهم قال لك يا أخي مليط دي في الفاشر، قول بسم الله يا زلمة، مليط دي بعيدة من الفاشر. مليط دي تعتبر نقطة بتاعت تأمين أو بوابة يعني، لا أكتر ولا أقل. الجيش قاعد في الفاشر في القوات المسلحة والحركات المسلحة. بدأت العمليات ده أنا غايته يعني بقول على هذه العمليات الأساسية. أول ده كان كله مناوشات كويس وكله تدوين، لكن الآن بدأت العمليات والجيش شغال ودايس بكله، دايس على الجنجة بكله. بالإضافة لناس الحركات شغالين كر وفر مع الميليشيا وتغيير بتاع المواجهات. ما القوة دي طبيعتها يا اخوان انها قوة سريعة وخفيفة وتعتمد على كثافة النيران. دي الحركات يعني طبيعة عملها نفس طبيعة عمل الجنجة، ويمكن خبرتهم اكبر من خبرة الجنجة واوسع من خبرة الجنجة. عشان كده امس الجنجويد دفعوا ثمن قالي، ماتوا منهم المئات، اتدمرت منهم عشرات العربات، بالإضافة للإمداد الوصل للقوات المسلحة عشان يغطي أو المواجهة. ما في داعي لكشف المواجهات، لكن أمس في إنزال ولأسلحة نوعية وتمت المهمة بنجاح، رغم إنه الجنجة كمل المضادات بتاعتهم وما أصابه شيء. إنزال موفق، إنزال بالملي، والحمد لله الجيش كان حاضر واستلم الأسلحة النوعية وتم توزيعها على المواجهات. فمن ليت إخواننا بعيدة من الفاشر، بعيدة تركب والله من الفاشر، تمشينا من قلبك يتقطع. دي من ليت حركات كان قاعدة في المغرب بتاع اليونيميت
وده زي ما قلنا لكم مقر يعني مهيأ عسكريا، فيه دفاعات وفيه سواتر وفيه، لكن الكترة دايما بتغلب الشجاعة. الحركات اللي كانت هناك موجودة دي كلها ما تم لها 16 عربية، نازل جايين هاجمين بقريب ل 80 عربية، ما في مقارنة. لو اعتمد على قذافة النيران ودوناك من بعيد ساكت، انت برنامجك بكون يعني مختلف. لكن التحية لهم وربنا يرحم الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى، وربنا يفك المأسورين بإذن الله تعالى. فالعمليات هناك يا اخواننا مدورة والجنجبيد والله مبلولين، بل الآن طالبين المدد من نيالة، وطالبين المدد من باقي المناطق اللي أصلا هم قاعدين فيها ومتواجدين فيها. الحاجة يعني الملاحظة إنه أغلبية قيادة الجنجبيد أغلبيتهم اتخارج من الخرطوم، مجموعات كبيرة خارج من الخرطوم، مشت انضمت للمجموعات اللي قاعدة تناوش في محاور أو في أطراف الفاشر. انسحابات بالجملة، أولى الأولى، في ناس قال لك أولى شنو؟ أولى الفاشر. في ناس اللي انسحبوا من غير تعليمات، برام كده بس كبروها فاتوا، قالوا آخر لنا الفاشر هناك بلدنا. الموضوع بتاع الخرطوم ده جلوه، فالناس طبعا يا اخواننا الفاشر بخير والقشم بخير، والحمد لله المطمئن في الموضوع انه كل القوة هناك معنوياتها في السماء، وحركات على جيش كلهم في خندق واحد، كلهم تعليماتهم واحدة طالعة من قائد الفرقة، وما في لا في خلافات لا في انشقاقات، كلهم اجمعوا واتفقوا على بل الجنجوي. تحية لهم اخواننا وربنا يثبتهم. والله الجنجوي غير ضرب المواطنين ما بيعرف حاجة، دونوا الاحياء بتاعت المواطنين وقتلوا كمية من الناس، وقصد شغل مقصود يعني قصف متعمد. الطيران شغال فيهم شغل تقيل جدا جدا، داق تجمعاتهم دي كله، لكن برضو في النهاية الطيران ما بيحسم معركة، اللي بيحسم المعركة المشاة. طيب نجي للجزيرة والمحاور دي، سنار والحتات دي. الجيش الحمد لله رب العالمين يا اخوان الايام دي ركز على المنصات بتاعت الدنجة، كم منصة تم تدميره، بالإضافة لكم تيم بتاع مسيرات تم تحييده، بالإضافة لتدمير عدد من العربات القتالية للجنجة. الجنجبيد إشكاليتهم الآن بقت في الجزيرة بيعانوا من الوقود، ما عندهم وقود النازل، والدليل على كده إنهم منزلوا من عرباتهم، العربات اللي كان جغمونها هم من الناس بينزلوا منها وبيتخارجوا. يعني الجيش استلم كمية من العربات بيلقاها بس واقفة كده، تلقاها مسحينها بيطين وضاربين ناطين عشان الطيران ما يدقها، وحق المواطن يعني نزلوا منها عشان وقود ما عندهم، والجيش احكم السيطرة وقطع عليهم طرق الامداد. يعني الجيش حاصرهم حصار كامل شامل، الان لبسوه فوقه كيكل ولبسوه فيه قجة ولبسوه فيه البيشي، البيش كمان كتر الهروب وكتر الجري، لبسوه فيه كيكل والبيشي وقجة، والجماعة دي كله هروب من المواجهة، كل يوم داخل الليم غرية وبينهبوا، و يعني سبحان الله هذا بيرتكبوا انتهاكات عجيبة جدا جدا، ويطلع الوهم حميد كل مصيج يقول لك قال نحن خرجنا من أجل المواطنين ونحن ومعرفة التحول الديمقراطي، ويطلص الناس الليلة مرتزقته
اخر ما توصلوا له قاعدين يقلعوا من الناس الجامع، قاعدين يقلعوا منهم المواد التموينية، المدخرين عشان ياكلوها قاعدين ياكلوها، يفتش البيوت يشيلوا منك اي حاجة لقوها بتتاكل بيشيلوها منك، اي حاجة لقوها بتتاكل والله بيشيلوها منك. الناس اللي دخلتهم مجاعة، الناس اللي عندهم امداد لا عندهم دعم، ولا تسمع يقول لك ما عارف عندهم عربات وصلت عندهم شنو، والله كله كذب وكله تدليس، ودي فرفرة بتاعت مذبوح ساقي، ما عندهم والله العظيم الرمادة، والله جيش ده متقدم، هو وين الجيش بعمل في شنو؟ نحن عم نقول لك ارتكز وين ولا دخل وين؟ ما بنقول لك على الإطلاق، ما تلتفتوا للشائعات بتاعت ان الناس زي من كده وجمعوا كده وماشيين كده، يا زول حبابهم حبابهم الناس زي البلد كتر عليهم، بل كتير عليهم كده لمين قالوا ما دايرين. السامس الطيران ده بل لام والله بل كده لمين قالوا ما دايرين، جغم زي جغم 18 عربية دي محل واحد كده تم بلا. في قرية كده اسمها مليحة على اتجاهات ود اللي حامر، قرية اسمها مليحة، الناس اللي دخلوا القرية دي ونهبوها وارتكبوا جرائم حول القرى دي، قرى كثيرة، كمبو ودي حامر ولا كمبو ودي اللي حامر ده 8 دي 18 عربية تم جمعها، 18 عربية الطيران والمدفعية حيدوها، بالإضافة لشاحنة برضو تم تحييدها، بالإضافة للقصف المدفعي الكثيف، قصف المدفعي عبر المدفعية الاستراتيجية ما وقفت منهم ولا دقيقة. أيوة قرية ومليحة جنجة، حتى التلفونات حقت الناس إخواننا سرقوها، نازل قلت لك مستهدفين المواطن استهداف مباشر، عشان ما يجي يقول لك يا والله العظيم ديمقراطيه ونازل، لا لا انا بكلام ده نازل تاني بعد الشغل بينك معاك تاني عديل، هتقول لي تفاوض، هتقول لي كلام فارغ زي ده، يتبلوا كده بس لما يقولوا ما دايرين. تيجي عند سنار بيغادي برضه البل مدور، والبيشي شايفه كتر الصياج، البيشي شايفه كتر الصياج. اخوانا زي ما قلنا لكم في خلافات داخلية بين مجموعة كيكل والجماعة المعاو، في خلافات انه بيجوا يسمعوا كلام ما ياهو، وعندهم واحد الجنجة دقوا طلقة في كراعه، قالوا قريب كيكل قريب وعديل دقوا طلقة في كراعه، بالاضافة لانه البيشي برضو ما قادر يسيطر على مجموعته وما قادر يثبت، وشايفه يعني المعلومات الواردة ان الزول ده شنطه ذاته مرافعهم، الجوجو بتاعه ذاته رافعه، تصيد تمشي بينها بيشي والله الا كان تطير السماء، بيشي وكيكل والله الا تطير السماء، لكن ورب الكعبة ما في مخرج، او تطير السماء او كان لقيت فرصة خارج مشيت دارفور تمشي تلقوا متمردين بيغادي هناك، لكن تمشي بوين؟ تمشي وين والله تتبلى وتتجغم زيك وزي فلانجاي. طيب نجي لمدرمان، مدرمان اخواننا فيها شغل رغم انه ظهرت بعض البوستات احبطت كثير من الناس، اخواننا دي بوستات جنجويدية، الناس دي تابعين للجنجة، يعني انت الليلة بس ده يعني انت متوقع او راجع من قحاط شنو؟ سؤال، انت راجع من قحاط شنو؟ قحاطي منتظر منه شنو؟ يعني داير ينصف لك الجيش؟ قحاطي داير يقول لك لا والله يا فرد يا اخي والله عشان خاطر عيونك يا اخي والله الجيش ده فعلا شقال والله، وجنجويد فعلا فضلوا عصابات وقوتهم الاساسيه انجغمت، ومعظم الناس اللي قاعدين متلبدين في البيوت ديل عباره عن خشنجيه وعباره عن متلددي سجون وعباره عن فزع وعباره عن
ابناء الاحياء سمعتهم سيئه، لا ده حيضخم لك الامور وحيهول لك الامور وحيقول لك قواتهم ما زالت متواجده ومسيطره على ما عارف على وكله طال الصاي. ده منشور بتاع جنجه نظامنا احنا موجودين. تسال الزول ده الان تقول له والنازل قاعدين وين؟ والله ما عارف، بس بدو تقرير كده بقول له ها قولوا وينشروا، لكن وين ما عارف. هذا لما تيجي تقول له يا اخي نازل مسيطرين وقاعدين في كل امبدات وقاعدين ما عارف وين، انت هنا والله ما عندك علاقه بالواقع بتاع المعركه ولا عندك علاقه بالانصاف وكذاب وجنجويتي. معروف يا اخوان الموقف بتاع الجنجة من الميليشيا قطاع او جناح السياسي، هما اللي اجعلوا الحرب دي، هما اللي قالوا لحمد تبدا انقلب على الجيش وبتستلم الشغلة دي في ساعات، هما اللي بيقولوا سبب الشتت قواته انجغمت. الان بيكابروا وبلفقوا الاكاذيب في الجيش وبحاولوا يغضوا طرف عن جرائم الميليشيا، بل كمان بيهددوا الناس اللي عندهم بوستات كده، الناس الموجودين في القضارف، اي زول عنده ذهب، اي زول عنده هناي يمرق يمشي، كلها بوستات تخويفيه. القحاف ينجويت عديل، يعني انت البوست اللي لقيته ده هو ده تفهم انه الواحد يذكر اسمه اساسا الزول ينجويتي. واتحداه انا نزلت بوست هنا بأسماء قيادات ما تبقى من الجنجة، الجيوب القاعدة دي، الجيوب القاعدة تسميها قوات، قلت المنصورة في يدهم كذاب، أجزاء من المنصورة وسهم قاعدين فيها متلبدين فيها، أجزاء عندك في أمبدات قاعدين وين؟ قاعدين في أجزاء. والجيش متقدم وكلامي وكلامك ده العمليات مدورة فيهم والبل مدور فيهم، كلامي وكلامك ده البل مدور فيهم. تكان تكون منصف تقول يا الناس اللي قاعدين ديل عبارة عن او قوتهم الاساسية جاء ما تتحداك، والله سجيب لها واحد من الناس اللي عنده بطاقة بتاعت دعم سريع، اتحداك تجيب لها واحد فيهم كده عنده بطاقة بتاعت دعم سريع، والله في المية ما تطلع اثنين عندهم بطاقة. دي ما القوات الأساسية، القوات الأساسية انجغمت، انجغمت القوات الأساسية بدري، جزء منها بسيط قاعدين جنب الخرطوم متبدين في الأسهري، وجزء منهم قاعدين هناك في شرق النيل، وجزء منهم دخل عليه الجزيرة. لكن الآن القاعدين في الأحياء زاد بحري عليه القسم أغلبهم أبناء الأحياء ضعاف النفوس، اتجندوا كويس عبر أو الخونة، اختصر لك الخونة، اضروا جيرانهم الشغالين مرشدين ديال الآن قاعدين، واحد تلقاه لابس بنطلون بتاع كاكي، والله في الناس واحد ما عارف يضرب ذاته، تلقى شايل له كلاش. دي بقول على قوات، دي بقول على قوات كده سؤال ها؟ ويجيك واحد يقول لك قال اسمع، يجيك واحد يقول لك قال يا اخي والله العظيم انتم ما قلتوا انه الجيش ده قاعد في كل المناطق، والجيش ده وين؟ ما هو انت يا اما غبي، يا اما غبي، او انت ما قاعد تحضر ولا قاعد تسمع الفيديوهات اللي انا قاعد اقولها دي، واحد في الاثنين. نحن من بداية الأحداث قلنا لك على الحرب دي حرب مدن وقتال شوارع، وقلنا لك إحنا الجنجويت ديل مرقوا من المغارات بتاعتهم واختبأوا داخل منازل المواطنين وقاعدين داخل المؤسسات. لما تيجي تعمل لك بوست وتعدد فيه المؤسسات اللي قاعدين فيه والأماكن اللي قاعدين فيها، تيجي بتجدد ما دي معترفين بها حتى في شروط التفاوض موجودة، هاي النازل قاعدين في منازل المواطنين دي، ولا احنا بننكرها، قاعدين في بعض او قاعدين في المؤسسات دي كلها قاعدين،
متلبدين فيها. المعسكرات اللي ذكرتها في ناس واحد يقول لنا زي قاعدين يا اخي في معارف الاستراتيجيه، يقول لك يا في الاستراتيجيه فيها كم؟ كان فرع الرياض العسكري ده كان فيه كم؟ لما نجي جدل هجموا فيه كم؟ بعدين القوة دي جات من وين؟ القوة دي جات من خارج العاصمة من بدأت الأحداث دي؟ ما كان قاعدة وكان جزء من الجيش وكان شريكة قاعدة في مواقع مشتركة مع الجيش، مو كان لها مهام بتاعت حماية. القوة دي لو كان جات من برا وطلعت المواقع دي من الجيش كان نقول معلش، لكن اخوانا النازل كانوا قاعدين كويس، كانوا قاعدين مع الجيش سوا نازل بس غدروا، وكان اكثر جاهزيه من الجيش ذاته عتاد على افراد. والله في مواقع اقسم بالله عندك زي سركاب دي هسه على الله، بس خاصة كانوا كم؟ كانوا كم؟ جنجويت هاجمين بأكثر من 2000 وكم؟ الجنجويت هاجمين بأكثر من 2000 وكم؟ هاجمين بأكثر من 2000 وكم؟ العربات اللي هاجمين بها قدر شنو؟ في النهاية عليه القسم شتتوا وجاروا وجاروا دخلوا في المستشفيات، جاروا دخلوا في الدايات واحدين محلهم لحد الآن ما معروف، واحدين ينجقوا. جيش السوداني ده جيش محترف يا زلمة، جيش مهني اقسم بالله في فضحلة حيروا العالم. وبعدين الكلام ده شهدوا به خبراء عسكريين، شهدوا به خبراء عسكريين الكلام ده. تجين انت وهمي تقعد تشبكنا ما عارف الجيش قاعد في كل اقصد الجنجويد قاعدين في كل المواقع، هاي ما ناس فقدوا معسكراتهم. انت المعسكرات بتاعتهم الاول قبل الاحداث انت شفتها؟ والله معسكر الجنجة ده تركب عربية تمشي فوق ذاته لا من راسك الف حتى تصل اخره. وين امداداتهم؟ وين تشوينهم؟ وين عرباتهم؟ وين دي كلها جيش غاما يا زلمة؟ الان قاعدين داخل هنا بيوت المواطنين، دي انت بتسميها سيطرة؟ دي بتسميها سيطرة انت؟ كده قوم لف قال سيطرة قال. فيا اخوانا هذول مجهومين، والانتصار مسألة وقت، والمعركة زي ما قلنا لكم معركة معقدة، معركة شاقة. الجيش ما كان جاهز، لكن رغم ده الجيش استطاع وقدر انه يوقف الميليشيا دي في حده، وقدر يورى العالم كله ان احنا عندنا جيش رغم التهميش الممنهج اللي كان يمارس على القوات المسلحه، كان من ناحيه التسليح او كان من ناحيه شنو؟ التجنيد. جيش ده فتره من الفترات كان وقف عديل، الميليشيا دي بتجند بس، الميليشيا دي بتجند. بعدين هسه لو جينا لو القوة الأساسية بتاعت الجنجة كانوا كم؟ كان جينا للقوة الأساسية بتاعت الجنجة كانوا كم النازل؟ النازل دخلوا الحرب دي بأكثر من 1000، بأكثر من 180,000، أكثر من 180,000، ما يقول لك 120، والله أكثر من 180,000 دخلوا الحرب دي، غير الناس اللي نقلوهم وجابوهم وأجروا لهم في شرق النيل وأجروا لهم في كل المناطق داخل العاصمة، غير المتحركات اللي قبل الأحداث دي بأيام نقلوها جابوها بمدرعاتها بوين، جابوهم من أقصى القريب. والله أنا بعرف واحد فيهم قال لي والله قال لنا أن إحنا مدنكم اليمن، ده الناس الجهاجة ومطار البيض، قال لي والله مدنكم اليمن، قال لي جابونا لا في يمن، قال لي إحنا من شفنا شكل القوات دي وعدد كويس وعدد هنا المتحركات دي عرفنا انه الشغلة دي ما سهلة، عرفنا انه الشغلة دي ما سهلة، والموضوع ده ما موضوع بتاع شنو؟ بتاع اليمن، ولا موضوع بتاع هنا، قال لي ده موضوع بتاع
انقلاب على الجيش هذه اقسم بالله كان حاسي حاسب الموضوع ده. لكن في النهاية الحظ شنو؟ حبيبتي شرد صيد برحم دقله صيد بيته اتحرق مكتبه انجغم بقى ما قادر يسيطر على قواته. في النهاية الموضوع انتهى. وهسه قال واي هسه احمد تي قال واي هسه اختار الاخر ده شنو يعني؟ تفسيرك او قراءتك لاختار حمدتي ده شنو؟ دي ما واي ودي واي نعمة كمان دي واي نعمة. زول بيقول لك احنا مسيطرين على دارفور مسيطرين على الجزيرة مسيطرين على اجزاء كبيرة من العاصمة ونمد ايدينا للسلام. سلام شنو يا زول؟ انت كان مسيطر انت لو مسيطر بتقول كلامك ده؟ انت لو مسيطر بتقول سلام؟ انت ما اساسا كان داير تنقلب على الدولة ودار تحل محل الجيش. شبكتنا البرهان جاري ملاحقته قال البرهان او يسلم او يستسلم او بندخل المقابر. هسه من كلامك هسه البرهان قاعد يقتل في كل السودان ده بيمشي اي محل وزيارات رسمية. هسه انت على الاقل تقدر تعمل كده؟ جاري متابع عليه مقاطيع الدل الناس تدردقوك واقسم بالله يا سيد ترزول شام الجنجة او شام القحاط حميتي الترزول. عشان كده هسه اعلام الجنجة بدأ يردم في القحاطة دي سوى البلاء. الناس كانوا عايشين امورهم تمام امورهم مظبطة فجأة كده الزول ده لقى نفسه داخل في الفتيل. السبب منه؟ الصور القحاطة دي ملاءات القحاطة. قال له انقلب الشغلة دي كلها ساعات اننا هنجيب زول نمسكه الجيش وانت هتستلم الرئاسة وبعد ذاك احنا مناصبنا توزع علينا وبعد ذاك البلد تصبح في يدك والجيش بيركع بيركع. ده كان المخطط. لكن وين يا فردة؟ والله ده قوم ده اقسم بالله العظيم جلد زي الجلد جلد نظيف. والتحالة الجوية لعبت دور كبير في المعركة دي. بس الناس بيقول لك يا اخي والله العظيم الطيران ما بيحسن معركة. هذا الهوي ايوه نعم ما بيحسن معركة لكن الطيران اللي اشتغلوا الشغل اللي اشتغلوا الطيران السوداني بتاعت المعركة ده شغل بيختلف يا زول شغل بيختلف يا زول. الجوية دي والله بدأت المعركة حيادت أكثر من 20,000 في أيام بس والله أكثر من 20,000 في أيام يومين ثلاثة بس أكثر من 20,000 دي حيادتهم الجوية بل كده ده بل مجتمع غير البلة المتفرق في داخل الأحياء وفي المواقع الأخرى دي في معسكرات كده بس دي دقات الجوية ركوب راس ركوب راس كده شفت بتاع طيارين النازل اشتغلوا. لمن كان طلع حمدتي قال يا اخي انا والله كلامه قال يا اخي والله يعني البلد كلها في يدنا كان مرفوع له تقرير مضلل. قال لي يا اخي الشغله دي كلها في يدنا المداخل البخارج كل الاسلحه حتى الطوابير ذاتها من كان يتواصلوا معاه رفعوا التمام. وقال له الان جاري ملاحقة البرهان وحتى الطيران اللي فوق ده ما لاقي حتة ينزل فيها قواعد وزارة تحت يدنا الفار لبس كتموله وجه جوصل هناك قريب من القصر وشاف البل ما قال لك انا 60 نفر قاعدين ماتوا قدامي لا انت داير تدم حلاوة جنجويتي ايه داير تدم حلاوة 60 نفر قاعد ماتوا قدامي وده طبعا فمن تزعلان عليهم لأنه ديل الصفوة عشان ديل الصفوة ديل مهرية عشان كده زعلان عليهم وديل ناس وكان بيشيلوا له الشنطة وكان شنو حتى الطيران الزول ده قال حيدناه والله في النهاية بيقتلوه بيصية دقة في الظهر وبيقتلوه بيصية بقى مارق. فجاي السودان يا اخواننا ما بيقدر جاي السودان خط احمر وما تلتفتوا
للشائعات والله العظيم نفقد الجيش ده، نفقد سوداننا، نفقد الجيش ده والله، نفقد سوداننا. اقسم بالله العظيم الان بقى الدولة السودانية، وجود الدولة السودانية مرتبط بالجيش، ولولا الجيش بتحيرم. جيش ده كان مهمش، جيش تعبان، عساكر بصرفوا كم؟ بياكلوا شنو؟ مقارنة بالميليشيا بياكلوا شنو العساكر دي؟ بصرفوا كم؟ خدماتهم ده كانت تعبانة، جابوا الميليشيا دي صرفوا عليهم مليارات الدولارات، وهم قاعدين والله في ناس اقسم بالله بسبب ظروف ضاغطة كده بس خلوا الخدمة، عملوا 110 من الجيش ده. والله بسبب ظروف الواحد مرتبه 3 يوم ما بقعدوا، تركوا الجيش. بنعرفهم والله حق المعرفة، حق المعرفة ما نعرفهم، والله تركوا الجيش اقسم بالله لظروف. والله في ناس خلوا الجيش مش خشوا مع الجنجدين عشان الإقراءات وعشان القروش وعشان الحوافز وعشان الحصارة اللي بنتعم بها. بنعرفهم والله حق المعرفة، بنعرفهم. جايزة هذولي فترة من فترات همشوا تهميش، ما بعده تهميش يا زول. حتى كان أحيانا كان في مواد تموينية بتيجي بعد فترة كده برضو كان يكفت يعني، لكن لما تيجي تقارن مرتب الجنجويتي والأشياء اللي بتدور الجنجويتي والاهتمام داخل معسكراتهم تحتار ذاته، تحتار. بدأ ما لقينا إلا الجيش. هسه الواحد هو طبز لك في تليفونه قاعد برا هناك، يا اخي والله ما في جيش، جيش بيصرف عليه ميزانيتنا. يا زول ميزانيتك صرفوها على جنجوي الدير. عسكري الجيش شغال بالمجان، هسه شغال وطنية منه بس. هسه في ناس ما لاقين مرتب ذاته برضه شغالين، ولا مد يده ولا سرقوا ولا بيسرقوا ولا شفتك جديد. والله العظيم في واحد حواليه قروش بالغلط في تلفون في ظل الظروف دي، زين حولوا له 1,600,000 عسكري، ما حولوا له 1,600,000 بالغلط في حسابه. لما اتصل عليه وهو يتواصل، لما يتواصلوا معاه قال لهم جدا انا برجع القروش دي، برجع القروش ما في اي مشكلة. وفعلا رجع القروش، رجع لهم في ظل الظروف دي. تفتكر ده كان جنجوي ده كان عامل شنو؟ والله كان يغمى ويسيب للزول ذاته. رجع، لكن مشكورين بعض التجار عملوا شيرنينج، اظن القروش جاته 5 مليار ودقدق، 5 مليار ودقدق دي جاته. يعني شوف الرزق جاء في محله وبالدغري، بالدغري جاء. هسه على الاقل هذا لو جنجويد برجع، يا اخي جنجويد يا اخي، وحتى قروش الاطفال نهبوها، دي الناس ما خلوا حاجة للظلم. نهاية ابتغر الله عسكري بتاع جيش بجنجويدي، نهاية مهما النشطة بتاع الكدمول مركبين شريحتين حاولوا يشوهوا ويقول لك انه الجيش قاعد يسرق والجيش قاعد يدخل بيوت المواطنين والكلام ده، رغم ده فشلوا وتراجعوا عن كلامهم. دي التصرفات فردية يا وهمي يا ملكي، تصرفات فردية. الليلة القوة دي الناس اللي فيها كلهم في ناس متفلتين ما بكون منضبطين، عاملين قانون في العسكري وعاملين مستشار وعاملين كركون وعاملين محاكمات لشنو؟ ملايكة هم ناس عاملين لهم الكلام ده. الليلة لما يجي زول يسرق خلاص انا اتهم القوة كلها، اقول يا اخي القوة كلها بتسرق. انت شفت الجنجة بسرقوا وبوثقوا، شفتهم بيغتصبوا وبوثقوا، شفتهم بخربوا يا نازل. حتى السيراميك، حتى السيراميك قلعوا، الحاجة ما بتمكنوا او ما بتمشي معاهم بيكسروها. حقد 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 ما بعده حقد.
تقارنها بالجيش؟ هسا الجيش شغال حرب دي والله، تمت سنة، تمت سنتين، تمت 100 سنة، الجيش شغال والتحية والله لأي عسكري ضابط على الزناد، التحية لأي عسكري ضابط على الزناد وطز في أي مخزلاتي، طز في أي جنجويتي، طز في أي مناصر للجنجة، وطز في أي داعم للجنجة. قول لي قحاطة قحاطة مستعملين كله بتاع القحاطة بتوري زلم بتاع التعليق اللي فوق القحاطة بتوري زلم قحاطة، ما شغالين معي كان سنين في الصفحات اللي فاتت دي، خدعنا فيهم قالوا انهم مطنين، في النهاية طلعوا جنجويد، طلعوا غواسات، في النهاية كان رافعين شعار انه والله القحاطة لا أكل لا سرقوا لا نهبوا لا اغتصبوا، هسه ده كله عمله، هسه في السنة دي القحاطة ده كله عمله، بيعهم لدمشو هذا لا خالي خالي، بيعهم لدمشو هذا لا خالي، سرقتهم للثورة خالية، أس الآن الناس زيل عليه القسم شريكين في أي جريمة ارتكبها أي جويدي، أي جريمة ارتكبها أي جويدي القحاطة شركاء فيها، زي جنجويدي اغتصب اغتصب القحاطة، زي جنجويدي سرق سرقوا القحاطة، دي قواتهم، دي قوات من الاخر، عشان اي قحاطي يطلص وتجي زايد علينا، زايد علينا انا قحاطي، انت زايد علينا نحن، ها نحن جبنا لك الثوره دي يا اخي، احنا دفعنا ثمن والله العظيم، ما انا وقفت في الثوره دي قيادتك يقدر كلهم ما في واحد وقفوا، ولا يقدر ولا يقدر، ولا بعد ما طلعنا زاد الثوره دي الشغل اشتغلنا بيقدر يشتغلوا، تيجي زايد علينا انت تخون اي زول خالفك الراي، انت بقيت جنجويتي انا ابقى معاك جنجويتي، دي مؤسسة انا ادعم المؤسسة دي ولا ادعمك انت كماليشيا، نحن لما خرجنا على المؤسسة دي وقلنا اصلاح، نحن قلنا اصلاح ما قلنا تدمير، قحاطة من هيكل هيكل يقول لك يتفرتك طوبة طوبة وانت قاعد لي بعيد، تعال فرتك انت، تعال انت تتحك والله مع ماليشيا دي لما تقول ما داير، تعال فرتك بس جيت كحاضي ما خاص ذاك الرجال بس ما قادر تشيل سلاح، شاكين الناس كيزان كيزان، وهم جنجوي تقدر كيزان كيزان، انت بتقول كيزان وما عارف شنو، اه هم شايلين سلاح الان دي لكم بقاتوا في الجنجة، يعني انت سياسيا الناس اللي انتهوا منك فشلوك، طلعت وهمي ساكت لا بتفهم في سياسة ولا بتعرف سياسة ولا أي حاجة، كل الشعب كرهك بموقفك ده، هس انت لو ما خذ لك الرجال كان شلت سلاحه وكان تكتب على الجنجويد، واحد منهم قال لك احنا زي ما السوار بيقابلوا المؤيدين للجيش بيقابلوا برهان، احنا كمان من حقنا نقابل حميدتي، يا دول عرس لأمك عديل حميدتي ده، عرس لأمك عديل مبروك، في زول منعك انك تقابله مع ذاك وهناك قاعد تقابله يا اخي رخصه يا اخي نازل، اقسم بالله العظيم انا ندمت على اليوم، على اليوم يا اخوانا، ها هل كنت بقول يا اخي قحطه دي ما تخونوها، والله ندمت على اليوم اللي كنت بقول فيه يا اخوانا قحط ما تخونوها يا اخوانا، القحاطه دي انتوا فاهمينهم غلط، ندمت على الكلام ده والله، الواحد المفروض يطعن نفسه زاد يا اخي، ديل طلعوا اتفه واحقر واندم مما انا مما كنت اتصور، اقسم بالله العظيم اخوانا هل يعقل يا اخوانا، زور رافع شعار يا اخوانا، زور رافع شعار كان بقوس حريه سلام وعداله، هسه وين الحريه وين السلام وين العداله، عندك هسه الان الاف المواطنين محتجزين داخل مغرات او اماكن تواجد الميليشيا، ما تكلمت عنه، القرى ديك استبيحت، النساء اعراضها انتهكوا، اعراض النساء قتلوا وسقوا وين، وبعد يقول لك والله العظيم الجيش وكيزان وكتايب، طيب العوالق بتاعنا قديش شنو،
العوالق بتاعنا قناة الجنجة دي شنو؟ ما كذا؟ ما كذا؟ مهمتهم كانت شنو في دارفور؟ انت قتلك قدام القيادة منو؟ الرماك في البحر منو؟ الكام يمسك البلد بيقول لهم قولوا عسكرية، قولوا عسكرية، قولوا عسكرية منو؟ مش الجنجويت ده؟ قاصر اغتصبوها الجنجة دي في رمضان. تيجي تقول لنا قال يا اخي والله العظيم ان احنا ما عارف الفترة دي، ما عارف الناس تحاول تدعم التقدم، والله ما ندعمكم اقسم بالله العظيم. شفت لو بقيت شنو؟ ادعمكم على شنو؟ انتوا يا زلمة ما بتمسوا بالسودان، انتوا سرقتوا باسم السودان هسه. سرقتوا باسم السودان يا اخي، ضيعتوا الثورة. ضيعتوا الثورة يا اخي، الثورة يا اخي الناس دفعوا فيها فاتورة. ضيعتوها. جيتوا غطيتوا يدكم في يد القتلة. اتضامنتوا معاهم ووقفتوا معاهم وساندتوهم وأعنتم على قتل آلاف. أكثر من 15,000. السبب في موتهم انتوا. والله أكثر من 15,000 السبب في موتهم انتوا. بتحمل المسؤولية مباشرة القحاطة. ما تتحمل المسؤولية. عشان ما تقدر تقول لنا يا والله العظيم انتوا كنتوا نهاية القحاطة ما تقدر تتكلم معي هوي. أنا إبراهيم ده ثورة قايمة بذاتها. تصعدوا قولوا شنو؟ تتكلم معي والله غيرك ما تتكلموا معي. طيب الناس الموجودة في اللايف ده يا اخوانا تشير عشان تحمي اللايف. اي زول موجود هنا يشير، لان 500 شير على السريع، 500 شير على السريع. الناس اللي قاعده في اللايف دي 1100، ال 1100 ده اي زول يشير يجي راجع. ال 1100 ده اي زول يشير ويجي راجع سريعا. اي زول يشير ويجي راجع سريعا يا اخوان. الناس الموجودين في اللايف ده دايرين 500 شير على السريع عشان نحمي البث من الهجوم او من هجوم الجداد المتتالي على البث. ما هي دي كده جداد واحد بدو بيقول لهم مش بلغ فيه البث بتاع ابراهيم، بيجي يبلغ ما عارف بياكل عيش بس يجي يبلغ. شابكين الصفحة بلاغات، لكن بعد ما بتقفل حتى لو قفلت نشوف غيرها. نحن بقينا أكبر من صفحة يا أخ. صفحة كان زمان تقفل دي هسه بنفتح واحدة بيغالي، ولا بنشتغل في 122,000 ديك. فما في حل. مشينا على التيك توك بيغالي عشان حتى لو صفحة الفيس انجمت والناس لقانا في التيك توك بيغالي. من أجل ناس شير على السريع كده دايرين 500 شير على السريع. نشوف عملت كم الألف اللي قاعدين في اللايف ديل، 1100 ديل. أنا ما أعرف في ناس ما بتعرف شير ولا الناس اللي قاعدين ديل كلهم جنجويت ولا حاصل شنو؟ في ناس ما بتعرف الناس اللي قاعدين ديل جنجويت ولا كيف؟ طيب شايف بعض القحاطة رجعوا أحيانا بيقولوا كلام كان في صالح الجيش، والكلام ده بالمناسبة خطير جدا، خطير جدا. ما في خير بيجي من ورا القحاطة، يكون في علمك خير بيجي من خلف القحاطة. ما في سنة بلقى قحاطة يتكلم على الجيش والله بشيلهم هو قدر بالجيش منه كويس؟ قدر ما يجيش منه؟ قدر بقى القحاطي يعني. شوف الكاتب جاءت قال جاءت
ولا شنو؟ قال جاءت ولا جيئت؟ جاءت الكاهري، دي اسم صفحة. جاءت الكاهري يا اختي، جيك جات لي سريه. هوي فلول بتاع شنو؟ يفلق باربيجي. قول امين يفلق باربيجي يا جنجويت يا كوزينجا وهميتا. جاءت الكاهري، قلت لك تجيك جات لي سريه. قول امين يا كوزينجا. احمد بتاعك ده شنو؟ مش فلنقاي فلول بتاع كيزان؟ بالله بتاع الصفحة يا اخواننا اردموه، ولو في استطاعة الناس تمشي صفحته هناك تدخل له في الخاص تسمعوا الكلام الطيب. ينجوي تعافيني يا ينجوي تعافيني. ده اللي عامل لك قلب ده، استلم الحظر ده قلبك بالسكينة يا معلم. الآن من الموجود هنا على قال أدخل على الهناء يا زول، عامل قلب ده أديه بلوك. يعني استعطف الناس كويس، ده استعطف الناس بحنك الجيش كيزان. دارنا حيد الشعب كان من دعم الجيش عشان الناس كانت بتقرأ الكيزان، لكن سبحان الله جاد بالعكس، جاد بالعكس. الشعب كله دعم القوات المسلحة، طلعوا كلها الحرب دي حرب كيزان، يتحكم فيها قيادة الإسلاميين وما عارف الجيش مختطف وقراره ما في يده. قول واي يا قحاطي، قول واي، قول واي. هسه في ناس الواحد تلقاه يقول لك يا اخي والله الحرب دي مش فيها كيزان. اه طيب، وحمدت بتاعك شنو؟ حمدت بتاعك شنو؟ فلنقاي ما كوز، كوز جينجا. اه وكمان النوع الجاهل، النوع اللي بيعرف بس لغة الجغم يعني. اه كانوا في دار فردي بيعملوا في شنو؟ منظمة إنسانية بيقسموا في اسمه شنو؟ في مواد تموينيه للناس، ما كان بيحرقوا في قرى، دي مهنتهم الاساسيه، بيحرقوا في قرى، كان بيقتلوا في ناس، بيدفنوا في ناس احياء. عشان كده احنا كلنا جيش اليوم الغيامه ذاته، والله العظيم نتعم. شفت القوات المسلحه دي؟ والله لو يفضل زول واحد بس يفضل سلاح الموسيقى، تفضل اللافته بتاع سلاح الموسيقى، لافته السلاح الموسيقى دي بس تفضل، والله نحن شفتها بنقول عندنا جيش. ليه؟ العسكري الواحد ده بوتو بوتو بس، بوت العسكري الواحد ده بيساوي كل الجنجة وداعمينه وناصرينه وبيساوي كل القحاطة. والله كهنة، كهنة بوت بتاع عسكري والله العظيم تساوي كل الجنجة وداعمينه وتساوي كل القحاطة، كهنة بس بتاع بوت. شفت انا حالي افضل عسكري واحد نفر نفر بس في سلاح الموسيقى، يفضل سلاح الموسيقى ده بس. يعني احنا مع القوات المسلحة نكره لك الدين جديل كراهية، لان ما عندنا لمية حاجة. انا واحد من الناس كان مع الدنيا معروف من زمان، الناس اللي انا بألم وما نافع منهم من زمان، من وقت هسه في ناس كان بيطبلوا بيقول لك الدين جديل قوة تابعة للجيش وما تقبلوا الكلام ده. احنا والله احنا كنا بنبيل فيه بس سنين، 4 سنين انا بيل في الدنيا وبيل وافضح فيه عفنه. هسه دي الفرصة، دي الفرصة ذاتها. بالله ما بخجلوا. اه جايب لك مريم، مريم قربت تبكي، لكن مريم دي طبعا هي ما تربيت منه، تربية الصادق، الصادق عراب الميليشيا. صادق قبل اليوم برضو ما جاب ميليشيا قتل الناس في الخرطوم، ذاكرتنا سمكية ولا شنو؟ حتى إن كان ما حد يردنا الكلام ده لكنه نسونا بيه. الصادق المهدي الله لا رحمه، الله لا رحمه. والله الحال الفائدة الوحيدة اللي عملتها كورونا إنها جامد الصادق ده، دي الحسن الوحيدة اللي عملتها كورونا إنها جامد الميت سمى ها الصادق المهدي. ولا أنا بولد وسخة زينب مجقم ديك الله لا كسبها،
قالت الدعم السريع عشان الطيران دخل في بيوت المواطنين. الوسخة بيتهم ذاته حرروا يوم الجيش، بيتهم ذاته الجنجة ما خلوا لا والله ولا سروال قديم، والله سروال قديم يا زينب ما خلوا لقي في بيتكم، الجيش رجعوا عليكم هسي. تقول قال الدعم السريع، قال لولا الطيران ما كان دخل بيوت المواطنين. ولد وسخة، ولد وسخة، اقسم بالله ولد عفنة، ضلا كسبهم يا اخ، والله العظيم يا واطية ومريم، مريم الطرطورة. جماعة بقول لك قال مريم المنصورة، طرطورة منصورة شنو؟ أقبى من المرد أنا ما لاقاني. والحقيقة لما عصروها بقى وشفت سلك صاحبها خالد سلك، أقسم بالله العظيم زي الزول مودين على الاسم شنو؟ المودين على الإعدام، عليك الله انظر لوجه خالد ده، زي الزول الساقين مودينه على الإعدام. بس بالإضافة لباقي الشياب، أنا ما عارف في شياب كده عليك دينك زي ناس عمك أديب نبي الأديب ولا يا شنو ده دي شنو ده يا شياب، ما تموت لكم موت ينفعكم يا أخي. الواحد عاش اتولد في بيت خيانة، اتولد في بيت خيانة، رضع الخيانة، كي بقى شاب ترعرع زي ما بيقولوا كده في الخيانة، كبر في الخيانة ولسه داري يموت على الخيانة. ده يا مريم تمثل السودان انت، كانت تقول للشعب السوداني ده وهمية وش ذات والله العظيم نازل، ما قلت لك سبحان الله يعني انا ما عارف بدل نازل يعني الواحد تلقاه سمين نازل باكله كيف الدماء السالت دي. ربنا ما عمل بذلكم منا على الاقل بتاكلوا كيف بس. هس الواحد فين بيجي ولا واكل كده وبيشرب وباكل والله ده قلوبكم ميتة، والله كل ما الشعب السودان السالت دي والله العظيم في رقبتكم انتوا تتحملوا مسؤوليته اقسم بالله. ده قال انت مركز مع قحط اكتر من الجنجبيل، وهي قحط دي وهم انت كويس كده. نحضر الكاهلي العفين ده قال اسمه مين كده ما عارف الكاهلي، والله احنا بنعرف الكوارة دي الرجال يا حبيبنا. اول مرة في حياتي القلي كاهلي ما مالي يمين اللي انت ده، اول مرة في حياتي القلي كاهلي عفين. كوالا اللي قعدنا معاه واشتغلنا معاه وجاورناه والله كلهم ما فيهم كلام، لكن انت والله بتكون جنجويدي. شوف الجنجويدي اللي عندك قاعدين يكتبوا كاهلي وقاعدين يكتبوا ما عارف رفاعي وقاعدين يكتبوا ما عارف من شندي، والله ده كلهم جنجويدي والله حرام كلهم جنجويدي ما في نهايه. الحال الكوالا ده بنعرفهم وقعدنا معاهم عفين زي ده مستحيل يكون كاهلي، مستحيل. عشان كده امسك البلوك ده يا وهمي. جيب الزول اللي قال انت مركز مع القحاضة ده برضه، جيبه جيبه جاي وين امه دي مرة؟ لا لا مرة ده خارجي، مرة ده شوف لك شغلة، لا بنبذك لا عندي معك شغلة. انا قال يمكن راجل، مرة دي ما عندنا لك اي حاجة، شوفي شغلتك تكون راسك لافي ذاته، كون راسك لافي. يا اخوانا لحد هنا ونقيف والى ان نلتقي بعدين، برضو عندنا لايف اخواننا بعدين عندنا لايف. تسلم الله التحيه للكوالا عموما. دايما تعرف الشخصيه بتاعت كوالا، واحد يقول لك كاهلي يقول لك رفاع يقول لك شنو، والله ما في جنجويتي كويس. كوالا ده بالذات واقفين مع الجيش قنا، واقفين مع الجيش قنا اقسم بالله. بنعرف الشباب والله هميمين اكتر من قادة الجيش نفسه اقسم بالله. يلا اخوانا لحد هنا ونقيف، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.